السلام عليكم. اليوم جيكم بخبر مفرح وكان ننتظر فيه كلنا، وهو انطلاق الأشغال بقاعدة الحياة لمشروع ميناء الحمدانية، وهذا شيء يفرح كثير، حيث أن إذا انطلقت الأشغال بقاعدة الحياة يعني لا باز في، معناه أن الأشغال سوف تنطلق. فإذا باشر المجمع الصيني الجزائري أمس الخميس أشغال تهيئة الأرضية لنصب قاعدة الحياة والورشات التابعة لها لإنجاز مشروع ميناء وسط بالحمدانية. وكانت السلطات الولائية قد عرضت نهاية شهر مارس الماضي ثلاث مواقع لتنصيب قاعدة الحياة لإنجاز ميناء الوسط بالحمدانية، وذلك في خرجة ميدانية قامت بها والي تيبازا رفقة المدير العام للوكالة الوطنية لإنجاز ميناء الوسط بالحمدانية. كما كانت والي تيبازا قد أكدت أن كل القطاعات المعنية جاهزة لضمان انطلاقة ناجحة للأشغال، كما أنه تم التحضير للمناطق التي يشملها المشروع من كل الجوانب وهي جاهزة للانطلاق. وأفادت ويناز مباركي أن المشروع سيوفر 150 ألف منصب شغل على المدى الطويل مع نهاية المرحلة الثالثة من إنجازه، حيث يمر المشروع في إنجازه على ثلاث مراحل تمتد الأولى إلى ثلاث سنوات والثانية إلى أربع سنوات وسيكون الانتهاء بعد سبع سنوات. وأشارت المسؤولة الأولى بيتي بازا أن كل المناطق التي قسم إليها المشروع ميدانيا مينائية وصناعية ومنطقة سكك الحديدية جاهزة كلها للانطلاق، وقد تم إسناد الأشغال إلى ثلاثة مؤسسات وطنية، منها المؤسسة المينائية التي ستتلاشى مع إنشاء مديرية الميناء، والوكالة الوطنية لدراسة المشاريع سكك الحديدية عن سريف. ولفت إلى أن دراسة كل منطقة تمت على حدة وتكفل بها ثلاث مكاتب دراسات جزائرية، وأخذت كل الجوانب المرتبطة بها حتى تلك المتعلقة بالتأثير على البيئة. وبخصوص ملف التعويضات عن الإجراءات نزع الملكية المرتبطة بالميناء، كشف ولي ولاية تيبازا أن المبلغ الإجمالي للتعويضات بلغ 6 مليارات و281 مليون دينار جزائري. أخذت الأراضي الفلاحية القسط الأكبر منها، حيث بلغ التعويض بالنسبة للميناء والطريق السريع 1 مليار و800 مليون دينار، وبالنسبة للميناء الصناعية بلغ مبلغ التعويضات 5 مليارات و900 مليون دينار جزائري. وبخصوص ترحيل الساكنة تاع المنطقة المأهولة في محيط الميناء، أوضح الوالي أن هناك 251 عائلة سيتم ترحيلها وهي موزعة على 5 بناية بالمنطقة و190 بناية بالمنطقة المينائية، تضاف إليها حظيرات البلدية. إذا إن شاء الله يكون فيها بادرة خير وتنطلق الأشغال. والسلام عليكم، خليكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.